الجنسية هم لا يتكلمون عن الوجود بسبب التجنس الجنسية الإسطوانية. ما حكم الرجل أن يأخذ المرأة الجنسية الإسطوانية؟ الآن توجد فتاوى لكل علماء البلد، فعلماء بلادنا فيها فتاواها، وعلماء من هنا عندكم مجمع إسلامي فارجعوا في هذه الفتوى إليهم. تذكرها؟ نعم. إيش هي؟ فتوى مجمع إيش قالوا؟ إيه. إذن هم يقولون ما أنه يتقوى الإنسان